اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا الصور يعني حدث ولا حرج، فوز بطوله المنطقه لناشئات او شابات تحت 19 سنه، وكان من حلقتين ثلاثه كان معانا الشباب برضو فازوا. فالحقيقه بشكل كامل المراحل السنه 19 17 15 الفوز المطلق في بطوله القاهره، ودي خطوه جيده واستعداد جيد لبطوله الجمهوريه اللي نتمنى ان شاء الله ايضا سيطره كامله على بطوله الجمهوريه. في البدايه برحب بنجمات الفريق اللي منوريني في الاستوديو. في البدايه برحب بلقا محمد ليبرو الفريق، اهلا بيك يا لقا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ مبروك ومنورانا. الله يبارك في حضرتك، شكرا قوي. وبرحب طبعا بجيداء وليد نجمه الفريق ايضا ولاعبه مركز اربعه، اهلا بيك يا جيداء. اهلا بحضرتك، منورانا ومبروك. ميرسي، الله يبارك في حضرتك. خلينا اتكلم معاك يا لقا، يعني انتوا جيل 2004 2005 اللي بيلعب دلوقتي تحت 19، يعني البطوله ابتدت ازاي؟ انتوا لعبتوا كام مرحله بكام دوره مجمعه؟ يعني كلميني عن شكل البطوله من الاول للاخر. احنا في الاول بدانا طبعا فتره الاعداد، وبدانا جامد الحمد لله. من امتى فاكره من امتى بداتوا الاعداد؟ من شهر كام؟ من شهر كام؟ انا طبعا من شهر سبعه. سبعه ده بدري قوي. فكنا وكنا كمان مركزين عشان ندخل ان شاء الله ونحقق حاجه، يعني تارجت كان محطوط في دماغنا ان شاء الله، عشان احنا كجيل وكده الجيل ده بالنسبه لنا مهم قوي، عشان فرق فيه منافسه قوي. فبس بنحاول بقى على قد ما نقدر، كنا بادئين جامد وبنركز على قد ما نقدر. بس لعبنا بداتوا ماتشات مع مين الاول، وبعد كده رحتوا لعبتوا مع مين؟ يعني قولي لي كده على المباريات وقوتها في البدايه. في الاول كنا بنبدا واحده واحده، بس هي المجموعه يعني ما كانتش طويله قوي الصراحه. بس بدانا في الاول، بعد كده دخلنا ماتش الشمس وبدانا بقى نلعب زهور ومقاولين ودجله. بس فالماتشات كانت الصراحه كلها كانت كويسه يعني. تمام. طب انت فاكره يعني ايه احلى ماتشات انت عملتيها؟ عملتيها في الاول ولا في النهايات؟ عملتيها في انهي وقت؟ والله انا في ماتشات طبعا لازم ابقى فاكراها قوي. ماتش بحب ماتشات الشمس قوي. ليه بقى السبب؟ عشان انا كنت في الشمس وانا صغيره. فانت بتحبي تلعبي صراحه؟ بحب قوي صراحه. بيبقى ماتش بالنسبه لي حماسي قوي وبحب العبه. ماتش دجله طبعا، ماتش السنه اللي فاتت دجله في بطوله القاهره. عملته حلو قوي برده الحمد لله. ما شاء الله. فلا في ماتشات الصراحه بتبقى قريبه لقلبي قوي. طيب انت جيتي امتى من الشمس وعندك كام سنه؟ كنت لسه صغيره. انا كنت بدات في الاهلي اصلا في الاول مدارس وكده، بعد كده رحت الشمس، بعد كده جيت الاهلي. طيب شايفه انه حظوظنا كويسه في الجمهوريه برضو ولا في فرقه في اسكندريه جامده؟ طبعا في منافسه، بس ان شاء الله احنا على قد ما نقدر نحاول نعمل حاجه وناخدها ان شاء الله. ان شاء الله. طب جيداء كلميني عن برضو الفاينلز بقى، يعني يمكن لقا كلمتنا بسرعه كده عن البطوله. الفاينل كان مع مين وكان فين وعملنا ايه؟ الفاينل كان مع دجله. كان دجله دايما هو بينافسنا بشكل قوي قوي. ده. دايما يعني كمان بيبقى عندنا مشكله ان احنا كل سنه نوصل الفاينل ومش بناخد البطوله. فكان علينا حمل كبير قوي ان احنا السنه دي كنا محتاجين نكسب البطوله يعني. طب هو انتوا النهائيات كانت دوره مجمعه ولا كانت مباراه واحده؟ يعني 19 سنه اولاد كان دوره مجمعه، لعبوا اربع ماتشات ورا بعض. انتوا عملتوا كده ولا هو مباراه وحيده مع دجله؟ كانت دوره مجمعه. فاكره مين اللي كان معاكوا فيها؟ كان معانا دجله والمقاولين والزهور والشمس والمعادي، كانوا خمس فرق. طب ان احنا لعبنا كل المباريات، هم خمس فرق. كل الاربع مباريات الاولين كسبناهم وطلعنا على وادي دجله. فاكره كسبناهم كام؟ 3-0 و 3-1؟ يعني في فرق شدت معانا؟ الشمس، الزهور، حد شد معانا؟ لا كلهم كانوا 3-0. 3-0 ما عدا الشمس تقريبا كان 3-1. كان هم 3-1. طب وادي دجله عمل ايه؟ كسب الفرق الثانيه كلها برضو؟ لا كان في خساره، كانوا خسروا من الشمس. يعني هم جولكم المباراه النهائيه خسرين ماتش اهو، يعني الدنيا هاديه برضو. يعني برضو ما كانش تحت ضغط جامد، يعني حتى لا قدر الله كنتوا خسرتوا كان هيبقى في ماتش فيصل وانا غلطان. لا احنا خسرنا الفاينل. انتوا خسرتوا الفاينل، خسرتوا من وادي دجله. بس طب ايه اللي حصل؟ عشان مكسب الشمس، احنا كنا كسبانين الشمس فده كان فارق معانا. بس التوتال ما بين كنتوا الثلاثه، انتوا خدتوا اول. كنا محتاجين نكسب شوط واحد عشان نكسب البطوله. طب خسرتوا خسر طب انتوا خسرتوا وادي دجله كام؟ 3-1. 3-1 يعني انتوا كنتوا طب هل الشوط بقى ده هو اللي طب سؤال، هل عشان انتوا عارفين انتوا محتاجين شوط واحد تاخدوا البطوله فده كان سبب الخساره ولا مش ده سبب لا الخساره؟ لا خالص، بس هو يعني كان عدم توفيق من يعني او كان ما كانش في توفيق. كان عدم بس توفيق. ما كانش في استرخاء مثلا من ناحيتنا ان احنا لا احنا ضامنين بقى البطوله وناخد شوط واحد ناخده. طب احنا خدنا الشوط الكام؟ تفرق معايا؟ خدنا الاول. طيب هو كلامي صح؟ خدنا الاول. طب ما انا كلامي صح، انتوا خدتوا الاول. عارفه لو قلت لي خدنا الثالث خدنا الرابع اقول لك ماشي، انما انت خدت الاول خلاص كسبنا، يلا بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. ده وضع طبيعي ان انتوا هيبقى فيه دروب نفسي. بس احنا ما كناش نعرف ان احنا يعني خدنا البطوله بالجيم ده. ايه ده؟ يعني احنا كنا داخلين، انا عايز افهم دي، اشرحي لي. احنا كنا داخلين المفروض ان احنا نكسب على الاقل جيمين،
يعني كان المفروض ان احنا داخلين لازم جميل يعني عشان انتوا قبل نكسب الماتش البطوله. فاكرين انتوا تكسبوا جميل؟ واحنا اصلا كنا داخلين بالمكسب الصراحه، ما كناش داخلين على تمام. جميل، وبعدين كان علينا عبء كبير بقى قوي، بس كان عدم كسبنا توفيق. الاول وهم كسبوا 3 شواط. طب عرفتوا امتى ان انتوا البطل؟ عرفنا في الاخر بعد ما خلصنا الماتش. ايه ده؟ طب ازاي؟ احنا كنا حاسبين غلط ولا ايه ولا ازاي احنا حصل؟ اصلا ما كناش نعرف يعني. هو الكابتن كان طبعا كان على علم بالموضوع بس ده، طبعا كان خبى بس عنكم. ما كانش قايل لنا طب حتى ما ده بعد ما خلصنا الجيم الاول. لا يا جماعه ولسه وقدامنا شوطين طب تانيين والله عايزين حلو. طب البطوله. صدقي صح. احنا كنا داخلين اصلا يعني عايزين على قد ما نقدر نتارجت الماتش، ما نتارجتش ان احنا شوط ونطلع على طول يعني ناخد الاول. برافو. فعشان كده كمان الكابتن كان مساعدنا في حاجه زي كده، بيحاول على قد ما يقدر اللي هو لا نكسب الماتش عشان نحس برضو بالمكسب يعني. بس عجبتني الموضوع ده، عجبني انه حيشكوا في دور او في جو ان انتوا لازم تعوضوا ولازم تكسبوا. انتوا خدتوا بالظبط. البطوله، هو عارف انه خد البطوله بس عمال يشحنكم ان انتوا تعوضوا، وانتوا كده على الله حكايتكم يعني. انتوا ما سالتوش مثلا القصه ايه ولا بتاع ولا الكابتن بيقوله لنا؟ تمام. احنا طبعا كنا متنشنين عشان الماتش جدا، مش عارفين بقى نركز. احنا كل هدفنا ان احنا نكسب الماتش يعني، اه كمان طبعا البطوله الاساس، بس برضو الماتش بيبقى ضغط موضوع تاني. اه طبعا طبعا يعني طبعا عشان طبعا. دجله دايما بيبقى المنافس لينا دايما، اللي هو احنا بنوصل الماتش ده بس انا عجبتني القصه دي بصراحه، يعني عجبتني ان انتوا تبقوا طمنتوا البطوله والجهاز الفني عايز منكم ان انتوا تلعبوا وتكسبوا الماتش، فده بالظبط. ضغط. انتوا مش يعني كان ممكن تريلاكس انتوا من الاول بعد ما تعرفوا ان انتوا كسبتوا البطوله، بس هو اضطر يحطكم في الضغط ده عشان تتمرنوا للجمهوريه، صح كده؟ طيب انتوا وادي دجله طلعتوا مين كام فرقه تاهلوا للجمهوريه؟ الخمسه اللي لعبوا فاينلز او السته ولا كام فرقه منهم ولا ما تعرفيش؟ لا مش عارفة. اه هو تقريبا بيتاهل 4 للجمهوريه. طب مين في الجمهوريه ممكن يقابلكم اقوى من وادي دجله تاني؟ بصراحة منافسين كلهم قويين، بس في اسكندرية سبورتنج ودلفي اه والاتحاد سموحة. بس وادي دجله اقواهم. بس السنة اللي فاتت في الجمهورية سموحة هو اللي كسب الجمهورية، ايه ده؟ فده منافس قوي قوي بس برضه. استني بقى، سموحة السنة اللي فاتت ما كانوش 2000 و كانوا 2003 اللي بيلعبوا؟ لا ما هو 2003 2004 السنة اللي فاتت صح ولا كان لا، كام؟ كنا 2004 و2005 برضه كنتوا بتلعبوا انتوا نفس الجيل ثبتوا اللي السنتين. خد الجمهورية السنة اللي فاتت سموحة. طب انت شايفة الوضع ايه؟ ممكن السنة دي ان شاء الله نتوفق في الجمهورية زي المنطقة؟ لا ان شاء الله يعني احنا خلاص. كمان ماتش دجلة عامه الاخير ده فرق معانا قوي، ان احنا يعني طالما كسبانين كل الماتشات وخلاص الحين الحمد الواد لله. دجلة خسر. بالظبط. اه فاللي هو لا احنا بقى عايزين احنا اللي نكمل في حاجه زي كده ونكسبها بجد يعني. انتوا لعبتوا الماتشات فين؟ في اكاديمية الشرطة صح؟ انا شفت الصور. اخر ماتش في انا عايز اكاديميه اقول لكم يا الشرطه. جماعة الصالة دي شهدت ثورات وجولات. هات لي الصور تاني معلش يا جماعة. صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية. أيوة يا سلام على الذكريات والأيام. أنتم متخيلين يا جماعة أنا لعبت يعني بداياتي في الصالة دي. الصالة دي شهدت يعني ثورات وجولات لمنتخبات مصر وأندية مصر وألعاب مصر. الصالة دي من أول مرة يمكن أفتكر آخر مرة تلعب عليها ماتشات من 10 15 سنة. النهاردة كانت وصالة باركيه وكانت هي البوردات بتاعت تلعب عليها دوريات وبطولات أفريقية كتير. صالة جميلة جدا. ده مقر أكاديمية الشرطة القديم العباسية. انت اول مره تلعبوا عليها صح؟ انا اول مره العب عليها. اه وانت اول مره تلعب اول عليه؟ مره. اه والباركيه الباركيه بتاعها يعني اخباره ده مش باركيه، شالوا الباركيه ولا لا؟ ده لسه لا باركيه. لا لسه باركيه. موجود لسه طب موجود والارضيه حلوه واتبسطتوا اللعب عليها وكده؟ يعني. شويه الصراحه، بس ما كانتش احسن حاجه ما كانتش برضه. لسه محتاجه تتجدد، بس هي صاله حلوه. طيب انت بتطلعي ده تتمرني مع الدرجه الاولى لو انت ليبرو؟ بتمرنتي مع مظبوط. الدرجه الاولى؟ بتمرن دلوقتي معاهم كابتن ابراهيم فخر كابتن الدين ابراهيم سعادة، فخر الدين. في ندى وليد فوق، وفي مين كمان؟ نهال. نهال وانت صح؟ انتوا الثلاثه بتتمرنوا مع بعض. دي هي. لعبت في اي ماتشات وديه معاهم او حاجه؟ انا يعني انا متصاعده من السنه اللي فاتت، فكنت بشارك مع كابتن حمدي. كان كابتن حمدي صافي ساعتها مسكنا، شاركت معاهم في الدوري وفي الكاس. ممتاز. طب شاركت في حاجه مع كابتن فخر الدين ولا عشان كان عندك ماتشات مع فرقتك؟ دلوقتي لا لسه. عشان ماتشاتك مع فرقتك. انتوا خلصتوا البطوله دي امتى يا لؤي؟ من اسبوعين اسبوعين. مثلا؟ اسبوعين تقريبا. طب جايده انت جالك فرصه تمرين مع الدرجه الاولى؟ لا لسه. انت بتلعبي في مركز 4. تمام. طيب يعني ايه احلى ماتش لعبتيه في الجمهوريه في المنطقه بتاعه القاهره؟ احلى ماتش انت شايفه زي ما لو قالت لي ماتش الشمس ووادي دجله، انت احلى ماتش تفتكري لعبتيه ايه؟ مشاركتي في الفرقه ما كانتش كتيره قوي بصراحه، بس طب الفتره اللي انت شاركتي فيها كانت ايه؟ يعني كابتن كانت في الاول خالص، كانت في الاول الماتشات كانت ابتدت تتقل طيب قوي. ايه اللي انت كابتن تألقت فيه؟ ما عادي، ما كل واحد بيبقى له دوره. ايه الماتشات اللي انت فاكراها لعبتيها حلو السنه دي؟ بصراحة ذاكرتي مش جايبة قوي، بس يعني ما فيش طيب حاجة. مين معاكي كام رباعية معاكي في الفرقة؟
معانا ثلاثة، معايا ثلاثة كمان. مين بقى هم اللي معاكي؟ معايا رنا ومعايا رماز ومعايا بقى في واحدة كمان من الصغيرين أصغر اللي هم مني. 2005 ولا متصاعدة من 2006. تحت؟ 2006 متصاعدين متصاعدة، من تحت. يعني انتوا تقريبا أربعة، كلكم أربعة. طيب انت مين أكتر واحدة رباعية في مصر بتعجبك لعبة؟ أنا بحب سارة أمين. سارة أمين لا وكمان يعني عايز أقول لك بتنزل بتخلص في أوقات مهمة جدا جدا جدا، صح؟ تنزل طب وأنت برضو بتحبي مين وعايزة تبقي زي مين؟ أو يعني مين شايفاه حاجة كويسة جدا في مركز الليبرو عندنا في مصر؟ يعني أنا بالنسبة لي كمسيرة فنية عامة كابتن نهلة سامح الصراحة. كابتن نهلة ده مسيرة، بس كابتن نهلة أربعية صح؟ برضو. طب بس أنا بتكلم على الليبرو، مين في الليبرو؟ يعني مين شايفاه من الليبرو أنت نفسك تكوني زيه؟ حتى لو من الجيل القديم، مش لازم الجيل ده. من الجيل القديم طبعا في كابتن سارة طلعت طبعا. لا في ناس كثيره يعني ما شاء الله. ان شاء الله تبقى احسن منهم باذن الله، ونبارك لك في مره من المرات تبقوا انتوا الاثنين احسن اربعه في افريقيا واحسن ليبرو في افريقيا ان شاء الله. خلي بالك ندى، ما ندى كانت كده، ندى سابقاكي شويه، فرق بينك وبينها قد ايه في السن ندى؟ ندى مواليد 2000 اعتقد. 2000، فرق بينك وبينها بتاع 4 سنوات. خلي بالك هي برضو في الاول يعني نفس حالتك، وكانت صعدت وخدت عدد وقت قليل، وبعد كده بدات وخدت الفرصه، وبعد كده خلاص تم الاعتماد عليها، وهي الدنيا بتيجي كده واحده واحده يعني ان شاء الله. دي حقيقه ان شاء الله. طيب شايفه الفريق الاول السنه دي ازاي؟ يعني شايفانا ممكن نرجع ناخد دوري وكاس تاني، ولا الزمالك فرقه جامده، ولا انت شايفه ايه؟ هي منافسه قويه قوي طبعا، بس انا يعني اتمنى ان احنا نكسب طبعا ان شاء الله. انا شايفه الاعداد قوي قوي، يعني دايما بشوف التمارين بصراحه قبلينا، الاعداد بيبقى قوي قوي نار. ها والتمارين كتيره قوي، بشوف دايما بيتمرنوا كذا تمرينه في اليوم ما بين الجيم وما بين الفولي و... جايده انت بتدرسي ها؟ في سنه كام لسه؟ انا في تانيه جامعه. تانيه جامعه خلاص، يعني انت بتدرسي ايه، ميجور ايه؟ طيب انا في بيزنس. بيزنس كويس تمام. وانت يا لؤى؟ انا بيزنس تكنولوجي برضه. يعني انتوا الاثنين جامعه ما شاء الله. طب الدراسه ايه مع التمرين؟ هي صعبه بس الواحد بيحاول يوفق بقى طبعا. ليه صعبه؟ طب انت مثلا بتصحي من النوم، اديني يومك كده، ليه صعبه؟ بصحى الصبح بروح الجامعه. البيت بعيد عن الجامعه؟ لا قريب. طب الصراحه الحمد لله. طب انت ليه بس ده عشان الاسبوع ده بس صعب، عشان الامتحانات. عشان اسبوع واحد صعب في السنه، فبقت الدنيا بايظه. صعبه. ماشي طيب، بنروح الجامعه الصبح، وبعدين الساعه كام نقعد لغايه الساعه كام كده يعني؟ قولي لي يومك. يعني مثلا من 8 ل 2. ارجع مثلا على الساعه 3 كده. طب حلو. لو هريح شويه بيبقى عندي فتنس مثلا، بعد كده ارجع اريح شويه تاني وانزل بعد تمرين البول. والبيت قريب من النادي برضو؟ بصراحه انت ما شاء الله كله في مربع ساكن. لا كله قريب الصراحه. حلو جدا الحمد لله، ما بتضيعيش وقت انت. ويعني بس في التوتال انت سعيده بالحياه دي، ان انت ما عندكيش يعني وقت فاضي، وان انت بالتمرين. الحمد لله. طب ونفس الكلام يا لؤى، يومك عامل ازاي؟ انا بصحى برضو بروح الجامعه. يا دوبك بخلص بطلع على التمرين على طول. الدنيا قريبه ولا مشاوير بقى؟ لا يعني انا الجامعه من بيتي قريبه. حلو. لكن من بيتي للنادي بعيد الصراحه. بعيد. فبخلص حاجة قريبة يا ستي. يعني حاجة واحدة ماشي. بس فبخلص على طول تمرين مع الدرجة الأولى، بعد كده بقى بشوف بظبط، عشان في أيام برضو بنزلها مع فرقتي. يعني بتتمرني أنت أساس تمرينك مع الدرجة الأولى؟ بتلعبي ماتشات مع الفرقة بس، وفي أوقات بتحضري تمارين بقى؟ لا بنزل مع فرقتي برضو، بنتمرن معاهم. كويس. لا ده أنت عليكي حمل برضو كبير عشان موضوع الدرجة الأولى. إن شاء الله نشوفكم أبطال كبار، ونشوفكم يعني في احسن حال، والف مبروك على البطوله ان شاء الله. لؤى محمد بشكرك، نورتيني وشرفتيني. شكرا لحضرتك. بشكرك يا جيداء وليد، وان شاء الله نشوفك متالقه باذن الله. ميرسي لحضرتك. اعزائي المشاهدين، فاصل ومكملين معاكم ابطال او الشابات 19 سنه في نادي الاهلي، ابطال منطقه القاهره. لقاءاتنا لسه مستمره ولكن بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين طبعا لقاءاتنا مع فريق الشابات بطلات بطولة المنطقة تحت 19 سنة للكرة الطائرة. طبعا في البداية أو فقرتنا الثانية بنرحب بروبا حسن ليبرو الفريق. أهلا بيك يا روبا. ازي حضرتك؟ مبروك ومنورانا. الله يبارك في حضرتك بنورك. طبعا بنرحب بلاعيبة الفريق ونجمته أيضا رنا خالد. أهلا بيك يا رنا. أهلا بحضرتك. مبروك ومنورانا. الله يبارك في حضرتك. روبا أجيلك، يمكن البطولة برضو أكيد منطقة القاهرة دي أكبر منطقة فيها فرق بتنافس. احنا عندنا وادي دجلة اللي هو يعني يعتبر فرقة قوية، الشمس برضو فرقة قوية. كلميني عن البطولة والاستعداد كان قد ايه، ولو تفتكر هي بدأت تقريبا قد ايه، يعني كلميني بشكل عام برضو عن البطولة. احنا ابتدينا تمارين من شهر 7 يعتبر. تمام. من اول يوم معانا فتنس ومعانا كابتن محي. مزودين قوي. مين فتنس؟ كابتن نادر. كابتن نادر هو من اول الاعداد وهو معانا. من اول الاعداد. تمام. فهو بيمرنا من اول يوم ومركزين معانا جدا، عشان احنا من اول يوم داخلين عايزين خلاص السنة دي بتاعتنا في كل البطولات مش بس القاهرة. فاحنا كنا مظبطينها كويس جدا، وكمان حتى بتوع الفيرست كانوا بيتمرنوا معانا وبيتمرنوا مع فرقه الفيرست،
وكله يعني حتى اللي بيرجع من المنتخب بيتمرن معانا وكلنا مظبوطين جدا. وكابتن حمدي كان بيبقى قاعد في تمارينكم كل حاجه في كابتن ياسر برضه. كابتن ياسر طب كابتن ياسر صراحه، طب انت شفتي فاكره امتى بدانا ماتشات؟ شهر كام؟ ابتدينا تقريبا شهر 10 تقريبا، يعني البطوله خدت لها بتاع شهر ونص. ابتديتوا شهر 10. طب الجمهوريه هتبتدي امتى؟ ان شاء الله يوم 25. خلاص يوم 23 اصلا. 23 11 ان شاء الله. ايه ده بسرعه. طب هي المفروض يعني بتقعد قد ايه الجمهوريه؟ بتاخد تتهيألي وقت اطول شويه؟ اعتقد الجمهوريه بتخلص شهر 3. يعني بتطول. طب الماتشات بتاع 23 11 هتبقى فين ومع مين ولا لسه من تفاصيلها ما نزلتش؟ لا لسه منزلين الجدول، عندنا ماتش مع الشمس ان شاء الله على صالتنا. ممتاز. هتبقى رايح جاي ولا لا؟ ده من دور واحد والاول اربعه بيطلعوا لدور ال 16. طب فاكره مجموعتكم مين في بطوله اول مجموعه او المجموعه اللي جايه في بطوله الجمهوريه مين؟ اعتقد شمس ودلفي اتحاد سكندري و تالي مجموعه صعبه برضه سيد الدقي وسيد اكتوبر. بس نتاهل عادي ان شاء الله. اول اربعه هم اللي بيطلعوا لدور الدور اللي بعد كده. لا ان شاء الله متوفقين باذن الله ان شاء الله. رنا طب انت فاكره الماتشات اللي فاتت جمهوريه المنطقه وتصفياتها، فاكره احلى ماتش عملتيه او احلى ماتش؟ كان احلى ماتش كان الشمس. كان الشمس كان رحنا عليها فيه قوي. انهي واحد الاولاني ولا الثاني؟ الاثنين بس التاني كان رحنا اعلى. وكنا بنلعب احسن يعني، كنا مظبطين كل حاجه مع بعض لما كمان بتوع فيرست نزلوا فعرفنا نظبط كل حاجه، بصيره ظبطنا معاها وحاولنا نظبط كل حاجه في الملعب يعني. ممتاز. انت 2004 يا رنا؟ طب كويس. انت لسه عندك سنه كمان ولا دي اخر سنه في 19؟ لا دي اخر سنه. دي اخر سنه في 19. طيب وادي دجله لو لعبناهم تاني يكسبهم؟ اكيد ان شاء الله. حاسه كده. طب ايه يعني بردرين احنا خدنا الشوط الاول منهم ان شاء الله، بيتهيالي مع الوقت ونتجرأ هتبقى الدنيا احسن. هي كانت ظروف ماتش مش اكتر ان شاء الله. بس ما هو ما هي خسرت ماتش وادي دجله. خسروا ايه؟ خسروا من الشمس. طيب يعني قصدي اقول لك ان احنا بنكسب الشمس عادي، فقصدي اقول لك هي موضوع نفسي بس. وكسبناهم السنه اللي فاتت واحنا بس نمنا بعد ما خدنا اول شوط، نمنا شويه فعاليوا علينا بس مش اكتر. طيب الجمهوريه بقى الماتشات اللي جايه مستعدين لها كويس؟ شايفه التمارين ايه اللي احنا ممكن؟ احنا حرفيا خدنا خمس او اربع ايام اجازه بعد المنطقه بس، وبعد كده ابتدينا تاني عشان احنا عايزين ناخد ان شاء الله الجمهوريه والكاس. لو عملوا كاس يعني خمس ايام راحه بس او اربع ايام. طب كابتن محي جاي معايا الفقره الثانيه، هنعرف موضوع الاربع ايام دول كانوا ازاي يعني. يعني اربع ايام ده قليل جدا يعني، ابسط حاجه تاخده 10 بس. واضح ان عندكم هدف. احنا عشان اللي هو الجمهوريه كان المفروض بيقولوا شهر ونص، بعد كده فجاه بقينا خلاص 25 11 فكنا عايزين نشد حيلنا اكتر ونعلي مستوانا اكتر. رنا مين الاربعايه اللي بتحب تتفرج عليها في مصر ونفسك تبقى زيها في مصر؟ كانت نهلة سامح طبعا، حدوته ما لسه موجوده معاكم. ونصايحها وخبراتها معانا في الماتشات. معاكم في الماتشات. يعني نهلة سامح خلي بالك نهلة تاريخ كبير جدا جدا، ناخد منها كتير. يعني اربعايه. نموذج للاربعايه. طب وانت نفس الكلام بالنسبه لك يا روبا، مين الليبرو اللي انت نفسك؟ هو الليبروهات اللي موجودين في مصر كلهم سن قريب دلوقتي. فانت يمكن في مصر مش هيبقى ليكي الليبرو مثلا. لا بس انا كنت بحب ساره طلعت جدا. ساره بس ساره الجيل القديم. وندى وليد دلوقتي ما شاء الله كويسه جدا. بس وندى بينك وبينها 3 4 سنين. 4 سنين بس. فانتوا جيل واحد. يعني بس يعني لعيبه كبيره ما شاء الله عليها. والميزه في ندى ان هي برضو اول ما طلعت يعني برضو كانت زيكم كده. بتساعد على فترات صغيره. وبعد كده جالها فرصه. المكان فضي وفجاه بدا يبقى فيها الاعتماد، اتكسرت اول ما طلعت انا فاكر يعني ليها في دروبات. فان شاء الله نشوفكم يعني كلكم زيها. بس ما فيش جيل كبير اقصد اقول يعني. ما فيش جيل كبير انا مش شايف في مصر ليبروهات سيدات اعمارهم كبيره. لا لا خالص بيتهيألي. لا ما فيش حد كله قريب من بعض. سيبك من اللي راحوا وجم وبتاع والكلام ده كله، بس اللي شايلين دلوقتي لا ما فيش حد. كلنا في عمر واحد يعتبر. طيب انت بتدرسي ها؟ ايه اخبار الدراسه مع التمرين؟ يعني والله بنحاول نظبط الدنيا. سنه ثالثه يعني خلاص. انت خلاص؟ طب كويس. بس انت سابقه سنه. انت يعني سنه انت اكبر من يعني في سنه دراسيه اكبر من جيلك. طب بتدرسي ميجور ايه؟ اف ام اي فاينانس. فاينانس برضه. طب يومك بيمشي ازاي؟ تمرينك يعني احكي لي يومك. بصحى بدري، بحاول على قد ما اقدر اصحى بدري عشان لو عندي جامعه. بعديها لو هذاكر، بعديها لو في جيم، بعد كده التمرين بالليل. بس احنا تمريننا بيبقى بالليل قوي، فاللي هو عندي وقت الحمد وقت لله. كم ساعه بيبقى تمرينكم تقريبا؟ 3 ساعات، ساعتين لثلاث ساعات. في جيم طبعا في جيم وتراك وفي الفولي بقى. فولي. طب يعني مش كتير شويه؟ شايفين ده حمل كتير عليكم ولا انتم مبسوطين بالحمل ده؟ لا احنا مبسوطين عشان احنا حاطين هدف، هو لو اقل من كده احنا ممكن ما نحققش يعني. فاحنا مش عايزين حته ان احنا ما نحققش دي، احنا داخلين عايزين عارفين ان احنا عايزين نعمل ايه، فخلاص
كلنا بنتعب بس كلنا عايزين نتعب خلاص. طب انت شايفه انه بالتعب بس نكسب ولا ممكن حاجه تانية تكسبنا؟ لا طبعا بالتعب والروح، ان كلنا اصلا عايزين نكسب دي حاجه كبيره قوي. صح، انا كنت عايز اسمع ده منك، انه مش بس بالتعب، في روح، ان كلنا على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، ان اللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش، وكلنا بنشجع بعض على الخط عشان نكسب، صح كده؟ أيوة. ولا رايك ايه يا رنا؟ ايوه الروح طبعا مهمه. طيب المهم ان احنا نكون بنحب بعض وعايزين كلنا نلعب، كل واحد ليه دور اصلا في الملعب او بره الملعب، كل واحد ليه دور. طيب يعني شايفه انه يعني يفرق مين يلعب ومين ما يلعبش، ولا المهم ان احنا طبعاً نكسب؟ المهم ان احنا نكسب. حتى لو بره السكور خالص، انت ليكي دور وليكي مجهود عملتيه في التمرين او في ماتش نزلتي او لا. واحنا كسبنا في الاخر، اسمها بالظبط اللي كسبنا، مش واحد ولا اثنين. يعني النهارده احنا بنحتفل ببعض والمكسب، بس انا مش فاكر يعني، انا ما اعرفش مين اللي لعب اكتر من التاني، بس كلكم نجمات وكلكم بطلات وكلكم كسبتوا. طيب انت بتدرسي ايه قولي لي؟ اف ام اي برضه. برضه انتوا بتدرسوا؟ هي صغيره. انتوا بتدرسوا مع بعض؟ بس هي اصغر مني بسنتين. اصغر منك بسنه. طب وايه نظام الجامعه بقى مع التمرين، بتعمل ايه؟ يعني نفس الكلام؟ بحاول بحاول ان انا اظبط الاول عشان لسه اول سنه، فبحاول. اول سنه؟ بس انت تالتة، ده اصغر منك بسنتين. خلاص احنا باشا عدينا، احنا عدينا خلاص. طيب يعني قولي لي يومك في الجامعه بيبقى شكله ايه؟ يعني مثلا بيبقى عندي ثلاث محاضرات مثلا في اليوم، فبصحى من 8 وبعد كده اخلص، ولو عندي جيم بروح، وبعد كده ارجع على التمرين بس كده. طيب انا عايز اسالك سؤال، يعني انتوا 19 سنه 20 سنه اعماركم كده، هل مثلا بتبقوا يعني متضايقين ان انا مش بخرج، ان انا مش بشوف صحابي، في الوقت اللي صحباتك في الجامعه كل يوم بيخرجوا بيقعدوا في الجامعه براحتهم، الحياه دي مش بتضايقك ولا انت مبسوطه بيها وسعيده؟ يعني برضو خلي بالك بيتفرج علينا دلوقتي بنات صغيرين شايفينكم وشايفين هم ما هيكبروا يبقوا زيكم، شايفه الحياه دي حلوه ولا وحشه ولا ايه؟ بالنسبه لي حلوه، لان انا من وانا صغيره وانا متعوده على كده، ان انا من 8 سنين ولا حاجه بلعب فولي، فمتعوده ان هو في مذاكره وفي تمرين، ودي بقت حياتي يعني. بس فمتعوده عليها، حبها. وحابه ان انت تضحي بوقت وتتمرني وتبقى الهدف ان انت تكسبي، الكلام ده مبسوطه بيه. يعني عندنا تمارين، وفي ايام برضو بيبقى عندنا اجازه، فبنعرف نخرج وبنعرف نعمل كل حاجه عادي. طب وانت يا روبا نفس الكلام؟ وانا كمان اخواتي الكبار كانوا بيلعبوا، فانا حياتي كلها كانت. انت ليك اخوات اكبر منك كانوا بيلعبوا؟ مين؟ رحمه وريم. اكبر منك سلمى. ولسه بيلعبوا في الاهلي ولا سابوه؟ لا يعني خلاص بطلوا اصلا، بس رحمه كانت لسه بتلعب من قريب. ده انتوا قريبين في السن من بعض مش كده؟ رحمه شويه. 8 يعني سنين. 8 سنين. ربنا يخليكم لبعض. طيب يعني الدنيا حلوه لطيفه، يعني ان انا اضحي ومخدش وان انا بجد فرحه ان احنا خدنا الكاس، او فرحه ان احنا كسبنا ماتش، دي اكبر بكتير من ان انا اخرج. يعني الفقره الاولى قالوا لي ان هم كانوا بيوصلوا فاينل وما توفقش، فالنهارده الحمد لله احنا هتوتر خدنا بطوله. ايه الفرق؟ ايه الفرحه؟ الفرحه في ايه هنا؟ ان انت مجهودك سنين خدته بسنه واثنين وثلاثه ما توفقتش، ولا فرحه البطوله؟ يعني الفرحه دي سببها ايه؟ هل مكسب البطوله ولا مكسب ان احنا مشوار طويل عشان نوصل؟ لا كل حاجه، احنا بجد كل سنه بنتعب وبنكون عايزين قوي ان احنا نكسب، وربنا ما بيوفقش، بس احنا السنه دي كلنا داخلين وكلنا ببساطنا اللي بره واللي جوه، كابتن محي كان بيشجعنا كلنا، فاللي هو بجد الحمد لله يعني كلنا اتبسطنا قوي قوي اصلا ما شفنا ان احنا غلبنا. الصور باينه، الصور باينه. طيب شايفه الاختلاف ايه؟ الاختلاف بين السنوات اللي فاتت ايه والسنه دي؟ ليه حاسه ان السنه دي ربنا كرمنا؟ عشان كلنا تعبنا، كل الفرقه بجد، وكمان حتى لو كان في حاجات مثلا بتحصل السنين اللي فاتت دلوقتي خفت شويه، وحتى اللي هو كلنا بجد عايزين نكسب، يعني مش فارقه انا هلعب لا مش هتلعبي خلاص اوت سكور تمام مش مشكله، المهم ان احنا كلنا حتى في الفاينل الاوت سكور والان سكور وكله كان بيشجع. كلنا كنا عايزين نكسب. يمكن ده غير الفاينل، كل الماتشات عامه كلنا عايزين نكسب، وكلنا يعني روحنا ان احنا بجد كلنا عايزين الكاس، مش عايزين حاجه اكتر من كده. يمكن ده اللي عمل الفرق. ممكن، اكيد مش ممكن، ده اكيد طبعا، لانه مش بالتعب بس زي ما قلنا، وهو الروح. طب اخد رايك رنا، يعني انت شايف ايه اللي اختلف عن السنوات اللي فاتت السنه دي؟ هو فعلا زي ما هي قالت، هي كلنا تعبنا وكلنا كنا عايزين نبقى ايد واحده ونكسب، وكابتن محي كمان تعب معانا قوي قوي، وكان بيحاول ان هو يعمل تمرينتين كمان في اليوم عشان لو صحيح في حاجه ناقصه او كده، او يجيب على الاقل. كنت بتمرنوا ساعات الصبح يا رنا ولا اثناء الدراسه كمان؟ لا قبل لا الدراسه. لا كان قبل مرنوا الصبح، بس احنا الفتره دي اعتقد هنتمرن برده الصبح قبل الجمهوريه. واضح واضح ان هو لازم يعني. خمس ايام الاجازه اللي اديها لكم كان كتر قوي عليه جدا. فواضح كده ان الراجل ناوي يمرنكم الصبح، بس مش هتبقوا زعلانين. لا خالص. بس يعني هي بتبقى بوزيشنز، يعني ممكن ياخد بصيرات في يوم اربعات ليبرو كده. بيجزأ الفرقه على حسب البوزيشنز والمراكز، بياخدكم في تمرينات منفصله بيطور. طب انت هكلمكم من وجهه نظركم، يعني انت من وجهه نظرك يا رنا شايفه اهم صفه في اربعيه ايه؟ استقبال. يا عيني يا عيني، صح.
الاربعيه لو ما عندوش استقبال عالي عنده مشكله. صح عنده مشكله عالي طبعا. الليبرو استقبال طبيعي بس انا هروح للليبرو بس بس الاربعيه يعني ما كلمتيش عن الضرب ما كان الاستقبال. هو استقبال نمبر 1 بعد كده بقى الضرب بيجي بعدين. يعني انت لو مش بتستقبلي هتضربي ازاي؟ طب روبا انت طبعا ليبرو وانت طبعا هو الاستقبال يعني طيب ازاي الليبرو يطور من مهاراته؟ يعني ايه اللي محتاجه الليبرو من وجهه نظرك يطور من مهاراته فيه؟ هل محتاج مرونه؟ هل محتاج رد فعل؟ هل محتاج تمرين؟ هل يعني محتاج ايه الليبرو بمهاراته تزيد؟ كل حاجه يعني مرونه طبعا وسرعه رد فعل وسرعه رجلين كمان عشان الكور. صح. والتوقع دي حاجه لازم اللي هو دايما بكره التنس او اي حاجه لو انت كنت توقع الكوره فين كل حاجه لازم الليبرو اصلا يكون اسرع واحد في الملعب عشان في كور مش الاربعات هيعرف يجيبها ولا بوصيره. صحيح. فمش مش الشطاره ان انت تكون ليبرو بتدافع الكوره اللي على ايدك انا اكسبكتد يعني الكوره تبقى احسن يعني. وساعات الليبرو بيبقى واقف في مربع هو لوحده يعني الفرقه كلها لما الليبرو بيبقى عالي الفرقه كلها بتاع. لو ده كلام صحيح طب الكوره بتبقى سريعه قوي برضه يعني الفولي بول. انا مثلا واحد من الناس كنت بلعب باسكت وكان عندي ازمه من الفولي بول الكره سريعه فكانت لما اجي العب تيجي في وشي. انا بكلمك بكل صراحه لان انت مش متوقع الكره تيجي ازاي. طب انتوا ازاي بتتوقعوها يعني برضو اللي بيتفرج عليهم ما بيلعبش فولي بول ازاي بتقدري تتوقعي الضرب بيروح فين وازاي بتظبطي جسمك وايدك بحيث تستقبلي الكره؟ هي بتبقى اكتر تمارين يعني. كابتن محي دايما بيمرنا على حوار الديفنس ده بيكون واقف على بوكس كده وبيمرنا فاحنا بنبقى دايما اللي هو ايدينا بتتظبط في زاويه معينه لو الكره سريعه لو عملت كده بس سنه خلاص الكره هتطير راحت حته ثانيه. فاحنا فاحنا دايما اللي هو بنظبط ايدينا على حسب الكره وسرعه رجلين كمان. انت لازم توصل لها الاول قبل ما توصل للكره. انت شايف الكره رايحه فين توصل لها برجلك قبل ايدك الرجلين الاول. ادي معلومه جديده يعني لازم توصل برجلك بعد كده تجيبها ما ينفعش تجيبها بايدك كده هتقع فالكره هتمشي بقى. طيب طيب حاجه ثانيه برضو يعني النهارده كابتن محي بيضرب هو الكور بايده هو ولد وايده جامده هل بيشوط فيكم بقوه؟ ما هو ده برضه يعني طبعا بنتعور ونفسك يعني ما هو لازم ما هو بس هو لازم الصراحه احنا مش هنتمرن من اصل رنا نفس الكلام بتقول لي ده بيشوط فينا جامد قوي. قلت لها كابتن محي اكتب عندك يا ابني تاني نقطه الراحه شكرا كابتن محي ناقصين. انا عايز اقول لك كابتن محي هو بره يعني الراجل معانا يعني الوضع هيبقى صعب جدا في اللقاء معاه. طيب يعني الاستقبال السيرفات هنا نيجي بقى للسيرفات قولي لي بقى الوضع ايه؟ هو لازم يكون قوي ده اولا. كابتن محي كان دايما على طول بيقول لنا ان سبايك سيرف في البنات مش احسن حاجه السبايك لازم فلوتر حاجة. فلوتر موجه طيب فلوتر جون بتتمرنوا عليه بيديكوا وقت طويل في التمرين عليه انت بتجيدي ده؟ الحمد لله يعني بتجيدي يعني اول سنه لسه بلعبه بس يعني الحمد لله اتحسن يعني. هو دي اصلا السيرف يعني كان نمبر 1 برضو او جزء كبير قوي من المكسب بتاعنا في اي ماتش. ضغط بالسيرفات طبعا. ان شاء الله تتوفقوا وان شاء الله نحتفل مع بعض بطوله الجمهوريه. رنا خالد بشكرك نورتيني وشرفتيني وان شاء الله المكسب على طول الخط ان شاء الله. روبا حسن بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني شكرا. وان شاء الله نشوفك احسن لبروبا ان شاء الله. شكرا اعزائي المشاهدين مكملين معاكم ولقاءاتنا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين لقاءاتنا مع ابطال او بطلات منطقه القاهره تحت 19 سنه شابات. والحقيقه الفوز على وادي دجله او مش الفوز بالبطوله تحديدا كان اكيد بعد جهد كبير. بنرحب في البدايه بكابتن محي صلاح المدير الفني للفريق. اهلا بك يا كابتن محي. اهلا وسهلا اليوم مبروك. الله يبارك فيك. ازي حضرتك ان شاء الله دايما موفق ودايما منتصر باذن الله يا رب اللهم امين. توفيق. بنرحب طبعا بنجمه الفريق مركز 2 شهد ايهاب. اهلا بك يا شهد. اهلا بحضرتك مبروك. الله يبارك في حضرتك منورانا في قناه الاهلي بنور رياض. كابتن محي يمكن ابتديت انت مع الفرقه الموسم ده انت كنت موجود برضو الموسم اللي فات في النادي الاهلي. خلينا نتكلم عن البدايه. كابتن حمدي صافي قعد معاك ازاي؟ المناقشات الفنيه اللي كانت بقى الحاجات اللي بره الكواليس اللي كانت قبل الموسم وبناء عليها ابتدات شغلك مع الفريق. هو في الاول برحب بيكم طبعا وببارك للنادي الاهلي كله الفوز بالبطوله وبشكر حضرتك طبعا للاستضافه وبشكر طبعا كل الجهاز الفني والمعاون للفريق. اللي حصل ان السنه دي الموسم دوت انا ما كنتش موجود في الموسم اللي فات. هو انا السنه دي وكابتن حمدي كلمني وتواصلت معاه نمسك الفريق بتاع تحت 19 سنه بنات. كان المرجو من البطوله من بدايه الموسم ان احنا نحقق الهدف بتاعنا ويكون احسن شويه.
طبعا توفيق من عند ربنا، كان بطوله صعبه، ماتشات قويه صراحه، اللعيبه شدوا حيلهم معايا كتير، ربنا وفقنا الحمد لله، واهو ودينا بنتمرن تاني ونشوف ان شاء الله. الجمهوريه هتبتدي اخر الشهر يا كابتن؟ الخميس الجاي، الخميس اللي بعده اول مباراه عندنا. دي نظام جديد الاتحاد عامله علشان خاطر اللعيبه ما يفضلوش قاعدين يتمرنوا بس، علشان يفضل في منافسه على طول. ايه بقى النظام الجديد؟ ايه المختلف عن السنه اللي فاتت؟ النظام الجديد ان كان بنخش تمهيدي وبعدين دور ال 32 ال 16، لا السنه دي احنا بره التمهيدي خالص، هنلعب البطوله ديت للمؤهله لدور ال 16 لبطوله الجمهوريه. يعني عاملين زي دوره مجمعه كده من دور واحد؟ من دور واحد هم حوالي 14 فرقه مقسومين على مجموعتين، كل مجموعه سبعة وسبعة، هم اربعه من منطقه الجيزه، اربعه من منطقه اسكندريه، وست فرق من منطقه القاهره. طيب السبعه اليمين والسبعه الشمال كم فرقه تتاهل منهم؟ اربعه؟ هو بيعمل اربعه مراكز، اللي هياخد من واحد لاربعه هيروح لدور ال 16 على طول في بطوله الجمهوريه. واللي هياخد المركز الخامس والسادس والسابع والسابع ده تحديد مراكز، هيروح لدور ال 32. افهم من كلام حضرتك البطوله هتزيد، يعني مباريات هتزيد شويه. ده شيء كويس، شيء كويس ده طبعا. حاجه انت شايفها كويسه طبعا. طبعا احسن اللعيبه بتتمرن بدون، او اللاعبات بتتمرنوا بدون هدف فتره طويله. هو المفروض ان اللاعب يتحط تحت مود المباريات على طول، من اللاعب المصري بالذات، لان هو لما بيخلص البطوله فبيريح قوي، يجي تاني في المنافسه بيبقى الدنيا هاديه عنده. طب هو في العادي لما حضرتك يعني ضفنا بشكل يعني كبير وبنبقى عارفين انه في العادي تقريبا بيكون شهر 3 مارس او ابريل بتنتهي دورات بطولات الجمهوريه، شايفها السنه دي ممكن تزيد شويه؟ ممكن تطول شويه، ممكن ابريل، خاصه ان رمضان في مارس. وبعدين في كمان بطوله لسه سامعين عنها، معرفش الاتحاد خد فيها قرار ولا لا، هو عايز يعمل كاس مصر. يا ريت من دور واحد. فبرضه الاتحاد شغال بصراحه. طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا قال يبقى امانه يا جماعه، يعني المهندس قمر شغال ومجموعه كبيره شغاله وعامل طفره الحقيقه في اللعبه، ونتائج المنتخبات باينه بصراحه. ان شاء الله كل توفيقك يا كابتن. ان شاء الله ربنا يكرمك. اجي لك يا شهد، بتعالي مركز 2 تمام. البطوله كانت صعبه زي ما الكابتن بيقول، يعني انت كنت حاسين بده كلاعبات؟ اكيد كانت صعبه، كان في ماتشات فيها صعبه وكان لازم يعني نكسبها، عشان كنا بنركز في كل ماتش على قد ما نقدر عشان نوصل للماتش اللي بعده، نبقى هدفنا ان احنا ناخد البطوله والكاس. طب شهد، انت طبعا اللي اداكوا البطوله لو هداكوا المكسب فوزكوا على الشمس، خلينا نتكلم بكل امان. الشمس فريق جامد، فاز على وادي دجله. مباراه الشمس وادي دجله كانت قبلينا، يعني احنا لعبنا الشمس امتى؟ بعد ما لعبت وادي دجله ولا قبل ما تلعبوا؟ بعد ما لعبت وادي دجله. يعني انتوا لعبتوا الشمس كانه فاينل صح؟ انا يعني بتكلم مظبوط صح ولا انا غلطان؟ فمباراه الشمس كلمينا عليها تحديدا، كانت في صاله اكاديميه الشرطه؟ لا، مباراه الشمس كانت في صاله عندهم في نادي الشمس كمان. يعني انتوا لعبتوا الشمس في الشمس وفزتوا عليهم، دي التيرنينج بوينت بقى. كلمينا على المباراه دي واستعديتوا ليها ازاي، وسير المباراه مشي ازاي؟ يعني استعدينا عليها بتمارين طبعا كابتن محي والجيم والفتنس اللي كنا بناخده طول السنه. كنا بنعتبر ان الماتش ده يعتبر ماتش البطوله، غير طبعا ماتش وادي دجله اللي كان في الاخر، بس احنا كان لازم نكسبه عشان كمان ده كان ماتش صعب وكان على ارضهم. فيعني كنا عايزين احنا ناخد الماتش ده على قد ما نقدر. فاكره الكابتن اداكوا النصايح ايه قبل الماتش؟ يعني هو قعد يفرجنا على الماتش، وعن يعني ماتش وادي دجله كان مصور فيديوهاته. كده هتديها بقى هو اعتبري مفيش حد سامعنا، لا الكابتن ولا الجماهير لسه معانا على فكره. يعني بقى اعتبري كابتن محي يعني مش معانا ومش قاعد، فاتكلمي براحتك عادي جدا، هو مش هيقول حاجه. يعني هو الكابتن كان بيصور الماتشات كلها، سواء كانت جامده او فرق متوسطه، كنا بنتفرج على كل ماتش قبل ما نلعبه. تحديدا ماتش الشمس كنا عملنا اجتماع قبلها وكنا بنتفرج، كان بيبعت لنا حتى على جروب الواتساب يعني كان فيديوهات للعيبه، كنا نشوف يعني هم بيلعبوا ازاي عشان نعرف نغطي على لعبهم ونلعب بطريقتنا احنا احسن. طب تعالي لي بقى، انت كان دورك ايه في الشمس؟ لا بصراحه كان دور حلو، يعني الكابتن اعتمد عليا الماتش كله، ويعني كنت عند حسن ظنه يعني ان انا لعبت حلو، اديت ماتش كويس. برافو عليكي. طب ما انت لعبتي كاس عالم مع منتخب الشباب. لا، هو انا كاس عالم مشيت في التصفيات الاخيره، بس سافرت معاهم بطوله افريقيا. سافرت افريقيا اللي اتاهلتوا بيها كاس عالم صح؟ فاكره بطوله افريقيا دي كان ايه الوضع، وكان ماتشاتنا ايه، وكسبنا ايه وبتاع؟ او احنا ما لعبناش غير 3 ماتشات. كان لعبنا اول ماتش نيجيريا، ده كسبناه 3-0. ده كان ايام كورونا صح؟ لا، بعد الكورونا. بعد كورونا تمام. كنا بنلعب اول ماتش نيجيريا كسبناه 3-0. تاهلنا اللي بعديه السيمي فاينل، لعبنا الكاميرون كسبناهم برده 3-0. الماتش كان صعب الكاميرون. بعد كده جينا بقى قابلنا الكاميرون تاني في الفاينل، فده يعني كان ماتش صعب بالنسبه لنا، ده كسبناه 3-1. يعني بقابل السيمي فاينل وبعد كده بقابل الفاينل هو نفس الفرقه؟ ما عشان احنا كنا ثلاث فرق بس. فلعبنا بعض. لعبت نفسي وكسبتني. هو الماتش الاخير
الماتش الاخير بتاع الكاميرون كان صعب شويه عشان هم كانوا حافظونا، ف كسبنا 3-1. لا لا احنا كسبنا 3-1 وخدنا بطوله افريقيا. يعني كسبنا الكاميرون مرتين. طب وكان ماتش صعب وبتاع، كسبوا شوط. يعني الله اكبر عليكم، الحمد لله خدنا شوط واحد بس يعني. الجيل ده جامد، جيلكم الله اكبر كويس. طب يعني ده فادتك دي مع النادي؟ يعني بطوله افريقيا دي فادتك في اللعب مع النادي؟ يعني هي فادتني ان انا مستواي اتحسن، وكمان كانوا المدربين اللي معانا يعني بيفيدونا بخبراتهم وكده. طبعا احنا اتاخد مننا اربعه، يعني الكاسات الفرديه اتاخد مننا اربع لعيبه ما شاء الله، فدي يعني ادت سمعه في نادينا ان دي حاجه كويسه يعني ما شاء الله. طيب مين بقى وانت تنايه كده، مين احسن لعيبه في مصر تنايه مثلك الاعلى؟ شامي. طبعا طبعا، ربنا يشفيها يا رب ويرجعها بالسلامه. طب ايه اللي تنايا اهم ميزه في ايه من وجهه نظرك؟ يعني يمكن انا اتكلمت مع رنا قبل كده في الاربعات، واتكلمت مع جيداء قالوا لي ان اهم حاجه الاستقبال. طب الاتنايا اهم حاجه في ايه؟ يعني هو الاتنايا بيتجنب من الاستقبال عشان ان هو يضرب كتير وياخد بلوك، يعني يبقى بيساعد الفرقه في حاجه طالما هو مش بيستقبل. يعني يبقى بلوك اكتر، بلوك وضرب. طبعا ضرب دي مهنيته الاساسيه، طبعا اساس الفنس لما بيرجع ورا يعني. يعني بس برضه الاستقبال مهم، الاثنين هو جوكر الفريق، يعني لازم يبقى عنده استقبال كويس وبيضرب كويس وبيبلوك كويس. فطبعا يعني الموضوع بيكون عندنا طبعا الاسطوره بتاعنا احنا. هو طبعا الكابتن مش بيفرق ما بين اثنين واربعه، مش بيفرق مراكز، هو بيمرنا كلنا في مراكز. فضحتنا بتقول كل شطره خلاص بقى، بتقول كل كده عملنا طلعت كل الاسرار يعني شاهد. لا بس دي بقى على فكره يا كابتن، عايز اقول لك في الملعب بيبان شغلك يعني. ما انت مجرد انا بس بحاول ان انا اوصل لهم الفولي الحديث شويه، لان المفروض ان اللعيب بيلعب في مركز اثنين، هو كده كده ممكن في ماتش اتزنق فيه او اديه مركز اربعه، فلازم يتمرن على ده ويتمرن على ده. انا نفسي لما اتفرج على الماتش بتلخبط، يعني انا نفسي لما اتفرج على الماتش ما ببقاش عارف مين اثنين ومين اربعه لما بيكونوا قريبين جدا في المستوى. بالظبط، بس كلام حضرتك مظبوط 100%. طب قول لي انت يعني بتستخدم الداتا فولي بشكل مكثف معاهم احنا لينا وضدنا؟ لا هو لسه. انا مش بس انا بستخدم اسلوب قديم شويه على حسب المهم يأدي الغرض. المهم يأدي الغرض. اللي هو ايه بقى؟ انا دايما بصور الماتشات حتى اذا كان يعني يعني طبعا احنا طبعا انا بحترم طبعا اي منافس قدامي. طبعا طبعا لازم بحترمه طبعا، فبصور اي فرقه قدامي، بعرف النقط القوه عنده ونقط الضعف اشتغل عليها، في عندي ديفو معين بشتغل عليه، بوقف لفاتي قصاد الفرقه اللي قصادي، ببعت فيديوهات للولاد زي ما قالت شهد، و بفرجهم بعمل لهم اجتماع. يعني احنا كنا قبل ماتش الشمس كان في اجتماع قبل التدريب، الفيديو متصور، هنعمل 1 2 3 4. هو في الاول في الاخر توفيق من عند ربنا ونعم بالله، بس لازم تجتهد وتاخد بالاسباب. طبعا طبعا ده حقيقه، تجتهد وتاخد بالاسباب طبعا، دي ما فيش شك. طب قول لي يا كابتن، يعني انت عملت حركه برده حلوه قوي بصراحه. ايه هي؟ وادي دجله البنات كانت عايزه تكسب الماتش، وانت عارف ان الشوط واحد يكسبك، وكسبت انت الشوط الاول، فانت خلاص خدت البطوله، مع ذلك كنت مصر انت تفوز. طيب ليه؟ اول حاجه ان انا لازم اطلع من الماتش بحاجه، يعني لازم حاجه استفيد بيها، يعني سواء ان انا كسبان او خسران، فبعد الماتش انا لازم اشوف انا مميزاتي ايه في المباراه وضعفي ايه في المباراه. طبعا الخساره كان اوت اوف مود، يعني نمبر 1 اوت اوف مود. بدليل احنا كسبنا الشمس، اللي كسبان هو برده كان نفس الكلام برده. ماتش الشمس مع وادي دجله كان وادي دجله ما كانش موفق قوي، وده وارد في السن ده، وده وارد في السن ده. وخلي بال حضرتك برده ان فريق وادي دجله فرقه قويه، لازم نستعد لها قويه، لان في عنده ناس غايبه من الفريق بتاعته، واحتمال ترجع في بطوله الجمهوريه. وادي دجله يعني كمان ده هو كمان بالمستوى ده، وعنده لعيبه لسه، وعنده لعيبه لسه ما جهزتش كمان. احنا قد كده طبعا بالتعب، وربنا يوفقنا ان شاء الله. عندك لعيبات غابت للاصابه او حاجه يا كابتن؟ لا مفيش، بس كان في ناس بتلعب وهي موجود فيها اصابه. طبعا يعني طبعا انا بشكر طبعا دكتوره اشرقت، هي دكتوره الفريق، كابتن نادر برده مخطط الاحمال، كابتن ياسر صلاح طبعا رئيس قطاع الناشئين، وطبعا كابتن حمدي طبعا، كله ده جهاز المعاون معانا يعني. طيب مين جهازك الفني؟ نشكرهم برضو طبعا. في الاول كابتن حمدي الصافي، كابتن ياسر صلاح، كابتن ياسر صلاح مدير قطاع الناشئين، دكتوره اشراقت طبعا طبيبه الفرقه، دكتور نادي نشأت هو مخطط الاحمال. طبعا بشكر طبعا كابتن احمد اللي هو مدرب ال 17 سنه، ان هو بيدعمني من كمساعد يعني. لا ما كانش مساعد، هو يعني احنا كنا بنتكلم مع بعض في اداره المباريات، لا بنشتغل مع بعض في التمارين، لكن احنا انا بتسند للولاد بتوع 17، بحاول اصعد من عندهم، لان انا ليا في التصعيد حوالي 3 لعيبه. وطبعا بشكر طبعا ملك علاء، دي كانت معده وكنت مصعدها معايا،
وكنت مساعد فرح الحناوي. طبعا لازم نذكرهم طبعا ان هم تعبوا معانا في البطوله بيلعبوا مع فرقتين وندى سامي برضو دي كان لعيبه سنتر وفرح كان لعيبه اربعات وملك كان معيد. استعنت بيهم في البطوله وادوا اداء حسن وهم كويسين ويا رب نشوفهم احسن اللاعبات يعني. الجمهوريه ان شاء الله بتاعتنا باذن الله باذن الله. شاهد قولي لي بتدرسي؟ في جامعه فيزيكال اديوكيشن تربيه ده. ايه الاخبار الجامعه مع اللعب؟ لا تمام يعني مظبطه الدنيا ما بينهم يعني الجامعه بتبقى الصبح هي عمليه شويه بس متعبه ده اللي بقوله. بس هو يعني التمارين معظمها بتبقى بالليل فاللي هو بيبقى في وقت ما بينهم حتى ممكن لو في وقت فاضي ممكن اروح اتمرن فيه او ممكن اريح فيه عشان اعرف اطلع الطاقه كلها بالليل. برافو. طب انت انهي فرع؟ الفرع اللي قريب من النادي الاهلي ولا الفرع؟ الكليه اللي في وش النادي على طول. حلو جدا حلو جدا. ده انت كده بصي الدنيا تمام بتخلصي الجامعه تروحي على النادي. طب لو الفتره طب بعيده يعني لو التمرين بعيد عن الـ عن الـ عن ما تخلصي الجامعه بتعملي ايه؟ هل بتروحي الجيم؟ هل بتقعدي في النادي لغايه ما يجي بعد التمرين؟ يعني ساعات لو ما فيش وقت ما بينهم قوي فببقى بطلع على النادي على طول عشان مسافتي يعني ما اخدش وقت في الطريق قوي او كمان عندي بيت العيله قريب من النادي فساعات بروح اقعد فيه. طيب انت تساعدي مع الدوري الاولى ولا لسه؟ لا لسه. طب ان شاء الله بعد البطوله دي والمكسب ده ان شاء الله اكيد كابتن ابراهيم فخر الدين اكيد يعني هيستعين بيك خاصه لعبتي بطوله افريقيا والكلام ده كله. طيب بداتي فولي بول ازاي؟ يعني هل انت من ولاد النادي الاهلي وبنات النادي الاهلي طبعا ولا جيتي من على سن كبير يعني جيتي ازاي؟ لا هو انا بلعب في النادي الاهلي من عندي 6 سنين. تحت خالص. هو بابا يعني هو اللي دخلني النادي. بابا كان بيلعب فولي بول؟ بابا حاليا مدرب في نادي الشمس. فعلا اسره رياضيه فولي بول يعني. طيب ونصايح بابا ليكي دايما ايه؟ هل هو كان بيلعب اتنينيه برضه ولا كان بيلعب حاجه ثانيه؟ يعني هو كان جوكر في الملعب ما كانش بيلعب في مركز معين فهو بيديني نصايح عامه على اي مركز بقى بنزل فيه. ما شاء الله. طيب وهو كان بيلعب فين؟ في انهي نادي؟ لا بصراحه مش عارف. لازم تعرفي التاريخ بابا. شفتي بقى بابا كده هيزعل منك. طيب خلينا نقول انه ليك اخوات تانيين بيلعبوا فولي بول ولا؟ ليا نور اكبر مني هي بتلعب برضه حاليا في نادي الشمس وليا اتنين صغيرين بقى بنحاول ندخلهم في المجال. لسه صغيرين قوي ولا؟ لا عندهم 5 و6 سنين يعني هم لسه صغيرين. طوال يعني ولا اجسامهم مختلفه عنكم؟ يعني هم مش طوال قوي بس احنا بنحاول ندخلهم يعني من هم صغيرين زي ما احنا كنا صغيرين دخلنا في المجال على طول. نفسك تعملي ايه؟ يعني نفسك تعملي ايه في البولي بول يا شاهد؟ يعني نفسي احقق بطولات اكتر مع النادي الاهلي وطبعا نطلع مع الدرجه الاولى وطبعا يعني اخش منتخب واسافر كاس عالم. طب وده شايفه ممكن يتحقق ازاي؟ يعني هو طبعا بكتر التمارين وان هو لو لقيت وقت فاضي اروح حتى اتمرن لغايه ما ميعاد التمرين يبدا دي يعني. طب قولي لي ايه اللي يختلف عن النادي الاهلي اللعب في النادي الاهلي عن النادي الثاني؟ يعني من وجهه نظرك انا بلعب في الاهلي وعن اي نادي ثاني اللي احنا بنحترمهم كلهم على راسنا من فوق، ايه الاختلاف؟ يعني هي الاختلاف بتبقى الروح في النادي وده طبعا نادي معروف من زمان قوي النادي القرن نادي كبير فلو الواحد لما بيلعب في النادي بيبقى مفتخر ان هو بيلعب في نادي زي ده. وطيب وهل النادي الاهلي بيقبل باي مركز غير المركز الاول؟ بصراحه لا يعني هو المفروض النادي الاهلي مسموع عنه ان هو على طول بياخد المركز الاول. النادي الاول النادي الثاني زي عاشر بالنسبه لي، المركز الاول ثم الاول ثم الاول، بنلعب على المركز ده. وخليني برضو يا كابتن اجي لك في الحته دي يعني برضو ده بتبقى حاجه اضافه للمنتخبات لما يبقى لعيبتك واخدين ان هم يلعبوا المركز الاول او عايزين ياخدوا المركز الاول فانت بتروح تنقل الروح دي للمنتخب. شايف ده ازاي؟ هل ده فعلا بيكون اضافه للمنتخبات ولا لا؟ طبعا اضافه كبيره طبعا ان انا لما بيكون لعيب اصلا واخد على البطوله وان انا يستعينوا بيه في المنتخب ده بيبقى طبعا بيدي روح حلوه كمان للمنتخب. اكيد. طب كابتن شايف قرار الاتحاد انه منع التنقلات في قطاع الناشئات والناشئين ما بين الانديه تقريبا منعها او حدها بشكل يعني خلاها صعب قوي وخلى ان انت تجيب حد من الناشئين او الناشئات بيبقى ليه ضوابط معينه والضوابط دي صعبه. هي ليها خلينا نتكلم يعني هي ليها وجه يعني جيد وواجه كل حاجه بتاخد قرار بس هو الاتحاد خدها من باب انه عايز يبقى يوزع اللعيبه كويسين على لعيبه على انديه مصر كلها. شايف النادي الاهلي قادر انه من قطاع الناشئين والناشئات انه يقدر يوفر البديل اللي انت كنت ممكن تستعين بلعيبه او اتنين مميزه على مستوى مصر؟ احنا قادرين على ده؟ طبعا قادرين ان احنا بنشتغل بمنظومه مختلفه. النادي الاهلي مختلف عن بعض الانديه، انا اشتغلت في انديه مصر كتير بس النادي الاهلي لا منظومه مختلفه، نقدر نعمل دوت بجهاز فني كويس بانتقاء لعيبه مناسبه للعبة الفولي بول ممكن نقدر دوت بس محتاجه وقت وشويه او وقت وشغل طبعا.
ان شاء الله انتوا قدها يا كابتن محي. يا رب اللهم امين يا رب. كابتن محي صلاح بشكرك نورتيني وشرفتني. انا اللي بشكر حضرتك. والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك. شكرا. شهد طبعا بشكرك نورتيني وشرفتيني وان شاء الله نشوفك احسن اتنينايه في مصر كلها ان شاء الله. أعزائي المشاهدين دايما احنا هنا بنحط الضوء على المجهود اللي بيبذل ودايما يعني في العاب يعني زي ما بيقولوا خارج الاضواء بيبذل فيها شغل كتير جدا ومجهود كبير من ده قطاع الناشئين والناشئات لكره الطائره. النادي الاهلي الحقيقه السنه دي مهتم بهذا القطاع بشكل كبير. دي حلقتنا النهارده بنتمنى نكون اسعدناكم ونشكركم على حسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.